السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة جميلة في ريفت 2025 هو ان انا لو عملت سيلكت على شيت بلاقي فيه خاصية هنا اسمها شيت كولكشن. شيت كولكشن دي بتخليني انظم الملفات واقدر ان انا افلترهم واقدر ان انا ارتبهم زي ما انا عايز، ولكن لما اجي هنا نن ما بلاقيش ان انا اقدر اضيف حاجة. لو كتبت اي حاجة مش موجودة. طيب اعمل ايه بقى عشان اضيف حاجة في قلب الكولكشن؟ هاجي هنا على الشيت والاقي هنا عندي نيو شيت كولكشن. نيو شيت كولكشن هتبدا بقى تختار الاسم اللي انت عايزه، ممكن مثلا تكون انت مرتبهم مثلا حسب التسليمه الاولى التسليمه الثانيه، ممكن ترتبهم حسب المعماري حسب الانشائي حسب مثلا دي الديزاين دي كذا، فخلينا مثلا نسميها ديزاين وهتضغط انتر. دلوقتي بقى لو جيت في قلب شيت هتلاقيهم ترتبوا بالشكل دوت، فانا ممكن اعمل سيلكت لبعض الشيتات واجي هنا في الشيت كوليكشن الاقي الديزاين بقت موجوده، فدول هيبقوا تحت الديزاين. ده هيفيدني ان انا اقدر انظم. لو انا بعمل مثلا سكادول بقول له نيو سكادول للشيتات اقدر ان انا افلترهم واختار مثلا التسليمه ديت بس. انا ممكن اقول له فلتر واقول له هنا احنا عايزين هنا ممكن مثلا الكاونت الكوليكشن اقول له انا عايز الكوليكشن، ولما اجي هنا في الفلتر ممكن اقول له انا عايز هنا الكوليكشن اللي بيساوي الديزاين كده هيفلتر لي وبيجيب لي شغل الديزاين بس. وممكن هنا برضو في السورتنج اند جروبنج اقول له رتبهم لي بالشات كوليكشن حسب طريقه التسويه بتاعتهم. فده أداة من أداة التنظيم اللي إن شاء الله تعجبكم وتستخدموها كتير بإذن الله.